ما معنى اسم منى؟ اسم منى له وقع جميل بالأذن ومعنى عميق محبب، وهو اسم متداول بين العرب منذ زمن بعيد، وما زال رائجا لشفافيته وسهولته ومعانيه الجميلة. قيل أنه جمع منيا، والمنيا هي الأماني والرغبات والأحلام وما يأمل القلب تحقيقه. وقد قيل في كتاب غريب القرآن للأصفهاني أن المنى هو التقدير، حيث يقال: من لك ألماني، أي قدر لك المقدر، وهو الله سبحانه وتعالى. والمنى هو قادم من التمني، وهو تقدير شيء في النفس وتصويره فيها والانشغال بالتفكير فيه وكيفية الوصول إليه. وأكثر التمني تصور لا حقيقة له، فقد قال تعالى في القرآن الكريم: أم للإنسان ما تمنى. أما في علم النفس، فإن من سميت منى فهي إنسانة ذكية متفهمة طموحة وعميقة التفكير، لطيفة سهلة التفاهم ولينة الطباع، ويسهل التعامل معها بصورة عامة. وهي أيضا صاحبة مزاج وميول فنية، صاحبة أمنيات وأحلام كبيرة، ودائما ما تسعى إلى تحقيق هذه الأحلام.